ايش سويت انت؟ ايش سويت؟ والله غبي. شوف نفس حركتي انت. المهم السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. لحظة انا ما تو ستوب. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي، واليوم ما يدحهم. يا هلا دحهم. هلا. اوكي ستيف الاخضر. اليوم جايب لكم ماب حمود سديثران اللي لعبت له اكثر من ماب. في ماب لعبت له اللي كان مع دحهم مع عزام، وصلتوا 100,000 مشاهده، شكرا لكم. باذن الله هذا المقطع ما تقصرون في الدعم باذن الله. فقبل ما يبدا المقطع كل شيء لايك اذا عجبكم المقطع، يعني عشان اذكركم الحين. كود شوب لا تنسونه، في اس ال، يعطيكم العافيه جميعا على كل شيء. وخلونا نبدا بسم الله. تعال. اتوقع انه هنا يقول 20 ليفل. اتوقع اتوقع والله. حلو يا اخي. اول ما استغرب. اول ما هو تقريبا اني العب هذي. العب يعني السبون حقه يكون زي كذا، اشكال غريبه وزي كذا، ما ادري شلون اشرح لكم، بس اوكي لو نتعود ان النظره الكام كذا. بعد شلون مضبطه. هلا هذه. يلا بسم الله. ترى من زمان على الباركور. يعني اتوقع ان عادي. لا ما بعدي. حلو، بغيت اسوي تحريات اني انزل تحت عادي، بس لم تزبط. شلون ما مت؟ توني ميت انا. اي اشوف عينك على طول سيده. ابدا يكمل. شلون جبتها؟ طيب ركضه واحده سويتها. وخر. طيب اصبر خلنا نشوف وين بروح انا اول. بس في قدام بعد دمبه ثانيه. الله روح اليسار. اي هنا. طيب بعدين هذا صح؟ صقر راسي. المهم شباب اعطوني رايكم في الكام، انها تكون تحت يسار او تكون فوق زي اول. ادري اني مزوم مره حاليا واقدر ازوم اكثر، لكن نجرب انه يكون كذا الوضع. فاعطونا رايكم. والله وصلت لها بس اني نطيت. تعرف لي بعطيها رن. جبت العيد. والله رجال نزلني. ودع يا اقسم. نكون او لا نكون. ونروح الكنكون. ماشي عادي صح؟ اجلس. خليك جالس. هي لازم اكون ماشي، مو بوقف. حلو اخيرا. وين استيج طيب؟ بسم الله. حلو. ايش صار؟ والله قاطع. هذي. اول ما نزلت اخذت الاستيج. ما يوصل طيب. وصلت؟ شلون؟ امس بس. اوكي. وي. طيب ما في اي ستيج. طيب اربع ابواب. سكيب ولا في هنا؟ اصبر. اوتيل سكيب. طيب اصبر بتاكد انا الحين ماخذ ستيج ولا لا؟ هو ماخذ. لا هنا ما اخذنا. يعني لازم نجرب. ري ليفل. ها وين رحت؟ من وراك يا طيب. ما شلون دخلت انت؟ ري ليفل. شلون دخلتها؟ انا ما اقدر امشي الحين. عم دخلني فري ليفل. ترى في المكان. انا انحشرت. طيب والله سوالي تليبورت ترى. لا يكون ماب حق واحد بس. لا اخذت تشيك بوينت. ما علي اصبر. اتوقع انه قلتش عندي. اتوقع والله شكله سكيب. ما ادري ايش صار. تعال هذاني. وشو؟ وينك؟ وات؟ كيف وداني من هناك؟ تعال. سكر الطريق. قايل لك انه سكر. والله سوالي شيء. طيب وين رحت الحين انت؟ تعال. نفس الطريق. نفس بالضبط. هذا. يعني اصلا مصيرنا نروح مع سكيب. اي بس تعال ورا. شوف تعال ورا. اوكي. جابني انا هنا. شوف نفس المكان. نفسه بالضبط والله. مشيت هنا قاعد اقول شيء وغيره. فجأة طلع لك الرقم 3. اوكي. ها؟ يا الله. انا طحت. فتح الباب بس ما. لا لا. والله مشيت. لا حاط ذي سم. لا سم. لا طب تكلم بدري. هو بوسيبل. يبوسيبل. حسنا هنا. تخيل هنا. والله تخيلاتي. سويتها. وات؟ وشلون؟ توني عرفت كيف. شلون؟ تعال الصق الجدار وسوها، لان اللمبه قاعد تسقى راسك فوق لك ساعه. الجهه. لا اقول الجهه الثانيه. اوكي. اسمع تعال شوف شو المشكله. انا قايس قاطك فوق اللمبه فهمت، واللوح هنا ترى تدفني على اللمبه لو ما تدري. يعني انا جيت من هذه الجهه، جيت من الجهه الثانيه. طيب يا طيب ما لي دخل. اوكي هلا بي. اخر ما ادري جامد والله. مره جامده. لو ميزي سلوم وذمتك والله يزي.
والله انت معرق. تعرف ايش تبي الاخضر؟ خلاص. لا 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 الحمد لله اني خذيته. خذيته انا؟ لا يا شو. متحمس مره يناقص والله. قلت اناقص تبغى طقطق يا كريت تبن اخر شيء حبيبي. حركه الافخاخ ذي والله انك اسطوره يا سلوم. ابي زيك شو اذا ما تموتهم مو بنا اللي يموت. بريك يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. لوووو وش بعيدنا والله حتى بعيدنا صدقني بعيدنا. لا 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 عدينا عدينا شيك. اوف عدينا اللبن. طيب شكل البليز. طيب ليش ما حط رقم هنا؟ ستة. وش اللي ما في رقم؟ في رقم ستة. ما انتبهت له والله. ايش سويت انت؟ ايش سويت؟ والله غبي. شوف نفس حركتي انت. توي طقطق علي. يا الله. يا بلا. انزل لو واحدة قايل لك. وقل لمبة واحدة؟ تأكد؟ اي واحدة. والله واحدة بس لف شوي يمين. يمين شوي عشان لا تلقى قبل الجدار. لا والله اللي بعدها ليش رايح بعيد؟ هذا انط والف يمين. اوكي حلو. اللي بعده شلون؟ نط عادية ولا لمبوز؟ نط عادية. نط عادية بس اصبر اصبر وقف على هذه واعطها. تعرف ان هذه الحركة اللي كذا. اوكي كذا بسم الله. يا ليل ما في فايدة. ما في شيء. لا الماب ذا لعبتي. والله توقعت بطيء. اقول لك الماب لعبتي. شنك حاسبها؟ وخر وخر وخر. حيران. الله مول. اوه طيب وين تشيك بوينت؟ ما طلع لي اخضر. طيب ليه؟ عشان انا اخذتها قبل. شلون؟ ايه والله غشاش. شو سويتها؟ لا يا عينك يا شيخ. الحمد لله. الله ياخذ راحتك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وي دريت بك. متهوش لي انا. قمت. الحمد لله. الحمد لله. اوه لازم ايش؟ تقول لي؟ بلا. لا تفتح الباب بس تفتح الباب تقول لي. يور يور انسان وشلون مت؟ فتحت الباب والله. خيرا. انا بغيت. اوف هذا كم رقمه طيب؟ 8 اوكي. 10 لا حطه 10 اوكي. اي شيء. اوكي. ولو ابي الباركور صعب. والله صعب. بيت. يلا كلها ركضة واحدة. ايه معرق. الله ايش تليزي يا شيخ. ها خذيت فوق 30 ساعة يقول حتى ما توقع اني خلصت الماب. لا تمزح. الحمد لله. شنو الثاني نهوش. اوكي في اللفة. والله تحريات. 10 ايزي. متأكد. اها. بس والله حلوة الفكرة ترى قبل شوي كانت جديدة. يب يب ما حد قد سواها. نيون الحمد لله. اوكي اوكي هذه احس انها صعبه شوي. ها الحمد لله حسبت انه في طيح بالنص. على طول عندي. ها والله كنت بيسأل شباب عشان ما اطيح كثير. لي اسبوعين شوي ما لعبت ماب. ادري ماب بالاخير نازل لكم قريب لكن ما لعبت بصوره من زمان. ورور سريع مره. اوكي اوكي والله يا اخي الثيم حق الماب اقسم بالله اسطوري. جامد
ووو اوكي بعد بركه بعد اخلص الحمد لله في علافه شيء الحمد لله لا 12 اوكي فلنت كان راكت له حقي 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 قال لك يوز 1 اونلي 1 يعني ايش انا يعني ووو شو وصلت لنا الله علي عطلك دحوم دحوم شوف شوف بس استخدموا كود الشب يعني في لحظات بس استخدموا كود شب خلصت على طول ثنتين بعد مو واحدة خلصت على طول ها روح عرفتها انا ما طلعت عندي صوت فايش النغمة داو انا سنوب دوغ انا امشي فوق اوكي اصبر يا الاغنيه قسم بالله ان ضابط ام 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 امها تعال تعال امشي فوق عشان تسمعها للاخير دام وش الاغنيه دام اقسم بالله قشعريره يمين بالله بنقول اداء دام خلصنا الماب دام دام يوز ذا ريفت اوكي شوف اللعبه شوف اللعبه صغيره ودك اوكي تعال تعال هلو هابي اوه في نغمه اوكي خلينا نستخدمها ذي النغمه بعد المقطع معروف والله كنت عرفت اقسم لا اذكر كذا شيء زي ذي الاغنيه او ذي النغمه رايك في الماب دحوم والله في اول شيء الثيم اول شيء خلينا نتكلم اول شيء على الثيم اوكي الثيم حقه مره خرافي مره خرافي صح انه مظلم شوي بس انه حلو حلو مره مره يعني كتصوير بيطلع مظلم شوي لكن كلعب حلو في ماب لعبنا اول كان الاضاءه حقتها اللي هو في انوار اسمه ليد او شيء ايه نيو ليد شيء زي كذا نيو ليد ايه هذاك كان شوي تعور ليون صح انا خافته بس تعور ليون هذا هادي والثيم حقه مره خرافي زي. والله تصميمه مره رهيب هذا اول شيء في الثيم ثاني شيء اللي هو الافكار اشوف انا جديده بعضها جديده والله اغلبها جديده والله مره يعني اقسم بالله رهيب الماب رهيب 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 دقه سنوب دوغ فعموما بس هذا مقطع اليوم يعطيكم العافيه جميعا على كل شيء ان شاء الله عجبكم المقطع ان شاء الله عجبكم الماب اعتذر اذا في مشاكل في التصوير الحين المره لكن باذن الله المرات الجايه ما راح يكون في مشاكل لان الكامته نشاريها وقاعد اضبط اعدادات مع لو بي اس وكذا ومخربط الوضع فوق كذا قطعت القناه 4 ايام تقريبا قلت لازم انزل مقطع يعطيكم العافيه جميعا على كل شيء قناه دحوم في الديسكربشن كود الماب في الديسكربشن اللي يبغى يلعبها شكرا حمود زثران الماب الرهيب والله رهيب 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 روحوا جربوه شوفوا بنفسكم كيف الماب تشوفوا مدحي يمكن تقولون اوه يرفع بالماب شيء زي كذا اقسم بالله الماب رهيب ماب مره رهيب حتى دحوم يقول 10 من 10 فيعطيكم العافيه جميعا على كل شيء نشوفكم على خير سلام